داخل الفاتيكان نصور. طبعا مرينا بإجراءات فحص، ممنوع تدخل ماي، ممنوع تدخل أكل، ممنوع تدخل جل، ممنوع تدخل واو، لكن احنا السليم إن شاء الله راح ندخل هذا المكان. طبعا المكان هذا يقام فيه القداس كل حد، يعني البابا يجي هنا، الكراسي وكاميرا التصوير وكل شيء جاهزة يعني لكل حد. Oh, wait. There's some. This. Passport? Oh, this is for you. Take this. Thank you.